لكل الزملاء الأعزاء تحية في هذا الصباح المشرق الجميل، هذا الصباح العيدي، وأكيد نحن نسعد أنه نكون معاكم من خلال هذه الفترة، سواء داخل الاستوديو أو في الشارع. وبلا شك كاميرا قناة طيبة الفضائية تجولت في عدد من المحطات المختلفة، ومحمد سليمان كان في الميدان ورصد الكثير من التفاعل والكثير من نبض العيد في الشارع العام. هي دعوة للمتابعة لهذه الفقرة، محمد سليمان في الميدان. تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، كل عام وانتم بخير، وجولة جديدة ومكان جديد من شوارع الخرطوم اللي الشباب اجتهدوا في انهم يبقوها بتلمع نظافة شديدة. مجهود كبير لكل الشباب في كل انحاء ولاية الخرطوم. نحن حنكون معاهم في جولتنا اليوم، تحية لكم، خليكم معنا. السلام عليكم، الاسم محمد نجم الدين. الحلة الجديدة القايمة اللي هنا دي لجنة من الحلة الجديدة، وسط وشمال وكله يعني الجنوب. نظافة لنا قريب اسبوعين كده، بننظف يعني معانا كده يعني ما برانا ابو حمام، والناس كلها بتساعد فينا يعني، ولينا يهو نظافة. في ناس ابو حمام اللي انتهوا من النظافة ويصلوا لنا كده زي صيدلة الفوز، واحنا كده متابعين لهم، حنقرا لهم النظافة لحد ما نصلهم، ونكون كده انتهينا وعلينا البوهية بعد ننتهي من النظافة حق الشهر عشان نكون نظيف وبس. الناس كلها يعني مساهمة معانا في الشارع، بيجي كله مساهم معانا، بيقف معانا ذاته بيشتغل، بينزل من العربية الناس ما مقصرة برضو. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باشمهندس عبد الله قرقر صاحب العبارات الواضحة والصريحة من الحلة الجديدة هنا، وإحنا الحمد لله شغالين في نظافة الشوارع والإنارة والخيران، وإن شاء الله ما حنجيب شغلنا لحد يمين، وإن شاء الله حيستمر شغلنا في المدارس برضه، حنعمل لها الصيانات والخيران حنبنيها وأي حاجة يعني. إن شاء الله نحن شايفينها ما ماشية لقدام، إن شاء الله نحن حنحاول بقدر الإمكان مع شباب الحلة إن شاء الله نصلح الحلة بتاعتنا ونبقاها أحسن وأفضل من الأحياء الثانية إن شاء الله. لسي معمر راس هري عوض، سكن الحلة الجديدة. أنا إن شاء الله من بدء التصعيد الثوري للكلام ده بدينا ننظف طوال سلينا زي أسبوع تقريبا، بدينا من جنب القسم الجنوبي ومن أبو حمامة، باقي لنا المنطقة اللي هي قصاد من البرج الماليزي لحد منطقة برج السجان الجديد، وإن شاء الله الليلة يا بكرة بالكثير بنخلص من ده، وحتكون عندنا مبادرات داخل الأحياء إن شاء الله. بعد ننتهي من شهر عزل الثاني بنبدا داخل الأحياء حنشتغل نظافات، حنردم الحفر، حنشتغل الحياة دي إن شاء الله. شكرا جزيلا.